صحيفة الجارديان عن مصادر أمريكية: إيران قد تستهدف المسؤولين عن اغتيال هنية دون شن هجوم على إسرائيل. الآن يأخرون بهذه الشغلة بهاي الأخبار حتى يوصلون يا بيجوز يختالون الأشخاص اللي هم اغتالوا هنية. أنت ما عرفت الجهة لحد الآن، مرة تقول إسرائيل، مرة تقول مدريا، مرة تقول حطوا هذول من أعضاء بحرس الثوري، هم قتلوا. لأنه شنو الفرق بينكم وبين إسرائيل؟ يعني دول الإسرائيل وانتو اولاد عم الانترناشنال ايران. الرئيس الايراني الجديد مسعود بزشكيان طلب من المرشد، شوف اللواتة والالتفاف حتى قدام العالم، يا الرئيس يطلب من المرشد، مرشد مال الاخوان هم اسمه مرشد، فشي يقول له طلب من المرشد في اجتماع الامتناع. صدق الرئيس اللي هو جابه وعينه اليوم يطلب من الامتناع الهجوم عن الهجوم المباشر على إسرائيل. هاي وين صايرة هاي؟ بس هاي إذا تريدون أنتوا يصدقون الجماعة، فراح شو يسوون؟ يقول لك يا إحنا راح هذا نمتنع. بس شنو الشغلة؟ روحوا أنتوا على أساس شنو إحنا امتنعنا؟ أنت روحوا منو هذول الأتباع الطليان مالتهم، يقول لي روح انتو كملوا على الجماعة. وهذول ما يروحون طبعا لإسرائيل، ما يروحون لإسرائيل، راح يروحون على الدول هاي العربية، خاف بعد بيها ظلت شوية. وهذا طبعا موجود من زمان، يعني مفكرين لهذا. يعني انتو سمعتوا البارحة شلون نتحدث عن هنري كيسنجر وما يحتق، وحذر من التأثير المدمر لهذا الهجوم على حكومته، حكومة إيران. يقول لك مو هذا خاف نهجم وخاف يدمروني، يعني انتو تريدون تدمرون العراق، لأن هذول منين راح يطلعون؟ من العراق، والعراق تتحمل وزر هذا لأنهم يريدونه. أول دولة لازم تتنظف حتى يعتبروها مركز، يتخذوه مركز وقاعدة له، قاعدة أيضا اقتصادية ده. يعني هم ما راح يخلون، راح يدفعوهم وينظفون. شكو زبايل عافوها دول ولد الزبايل. وسائل إعلام إيرانية تنشر رسالة من قائد فيلق القدس في الحرس الثوري إلى السنوار، يقل بيها ان الثأرة لدم الشهيد اسماعيل هنية واجب على ايران. ايش راح تسوي مثلا تطلع الجيش الايراني؟ لا راح يطلع دولي، وهذول ما يروحون. هسه اللي قتل هنية انتم تقولون اسرائيل غير، ما يروحون لاسرائيل، راح يطلعون لهم لعبة على الاردن.